هذا الطبق على فكره من اكثر الاطباق اللي بتنطلب في مطبخي صراحه. يعني اللي هو الاوزي. اوزي الدجاج. اوكي. طبعا احنا هون مقطعين الدجاج ومنطفينه قبل بوقت. أوكي. رح نتبله هلا مع بعض. التتبيله تتبيله كثير رح تكون سهله وزاكيه جدا جدا. انا دائما بحب احط اللبن مع الهاد تعطيها طراوه وبتضلها جوسي جدا بطريقه كثير زاكيه. ورح احط معلقه كاتشب ورح احط شوي من زيت الزيتون مقدار كمان معلقتين كبار، شويه ملح، رشه ملح، رشه فلفل اسود، حلو، شوي من بهار الاوزي. طيب اذا بتحب بس اشرحي لنا السوم ايش يعني. خذي راحتك بالشرح وخذي راحتك بكل شيء، ترى معانا متسع من الوقت. ايش تتوقعي مكوناته؟ هو في نسبه كركم، كاري، قرفه، شويه هيل، توم بودره. تمام. بلنا الدجاج وحطيناه بالفرن. بده بيحتاج تقريبا من ساعه لساعه ونص حسب الهاد. هلا رح نعمل الخضار. هاي تتبيله الدجاج وبتدخليه من قد ايه لقد ايه؟ تقريبا ساعه وربع ساعه ونص، يعني حسب الكميه وحسب حجم الدجاجه. تمام. هلا هون رح نحط شوي من الزيت النباتي. يا عيني. ورح نعمل الخضار. انا رح احط الخضار مش مع الرز زي ما انا بعمل يا اسيا على الوجه. احلى واسكى. ما بيطلع رز مفعص. ايوه صح، بيطلع مفلفل. ايوه برافو. رح احط بصله مفرومه ناعم وسنين ثوم مفرومين ناعم، تشويحه خفيفه، وبعدين رح اضيف الخضار. هلا في ناس بتحب تضيف لحمه مفرومه حسب الرغبه. حسب الرغبه. انا عشان هيك بلاقيها اطيب. بازيلا وجزر. هلا هون رح احط بس شوي من البهارات، رح ارجع احط شوي بهار اوزي ورشه صغيره ملح. حلو. بس نتوفي ليش؟ لانه احنا هلا رح نبهر الرز ورح اخليها على النار، بتحتاج تقريبا ربع ساعه، 10 دقائق ربع ساعه حسب. ممتاز. شوي من زيت النباتي، 3 كاسات من الرز البسمتي، طبعا احنا غسلناه وصفيناه مسبقا. بهارات الارز، شوي من الملح، ما رح اكثر كثير لاني رح احط بديل مرق الدجاج. اوكي، اذا ملح، مرق دجاج وبهار اوزي. اوكي. وشويه من الكاري ونقطه كاري. هلا عندكم انتم بهارات بتحبوا تضيفوها سواء على الرز او على الدجاج حسب نكهة الرغبه، انتم حرين، لكن هذا الاساسي. خلينا نحكي اذا الدجاج طلع شوي من خلاصه الماء انا بحب اضيفها، حتى لو كميه هالقد ما تستقلوا فيها لانها هي بتكون مركزه جدا. طبعا تشويحه خفيفه للارز وبنضيف عليها الماء المغلي. شوفي اسهل من هيك. انا ما بعير، لكن هي لكل كاسه بسمتي تقريبا كاستين من المي. غلوه وبعدين اول ما تغلي بنهدي عليها النار وتاخذ راحتها لمده من 15 ل 20 دقيقه. رح يكون عندنا هذا الشكل النهائي. طبعا احنا حطينا الارز، بعدين حطيت الخضار والدجاج، وزيناها بشوي من اللوز والبقدونس. طبعا المكسرات حسب الرغبه.